الآن المرة اللي فاتت عن الخدمة وكيف إنها يمكن أن توصل إلى الله، وأريد أن أكمل معكم هذا الموضوع النهاردة وأتكلم عن شروط الخدمة الناجحة التي توصل إلى الله. في ناس بيخدموا وبيضيعوا في جو الخدمة، ليس لأن الخدمة تضر، وإنما لأنهم لم يسلكوا بأسلوب روحي داخل الخدمة. فعايزين نشوف إيه الخدمة اللي توصل لربنا. أول حاجة إن خدمتك للآخرين تكون خدمة بمحبة، زي ما بيقول الكتاب إن المعطي بسرور يحبه الرب، لكن اللي بيعطي غيره وهو متضجر ومتضايق وتعبان جايز هذه الخدمة بتجيب له الضجر والتعب، يبقى ما استفادش، ده انضر. فأنت لتكن خدمتك لله بمحبة عشان توصل. إذا خدمت الآخرين ليكن ليك محبة نحو الله، محبة نحو الملكوت، محبة نحو الناس، وبهذا الشكل فيما تخدم الناس تحتملهم. يعني إيه مثلا؟ في ناس بيخدموا الفقراء، وفي بعض من الناس الفقراء متعبين جدا، بعضهم لحوحين جدا وضاغطين، وبعضهم بيزعق، وبعضهم بيكذب، وبعضهم بيحتال. فجايز واحد يخدم الفقراء ويشوف الحالات دي يتملي قلبه بالضجر وبالتعب، وبيقول الناس دول ما ينفعوش ولازم نطردهم ولازم نمشيهم، وتبص تلاقي القسوة دخلت إلى قلبه. فنلاقي هذه الخدمة هو ما استفادش منها لأن ما دخلهاش بمحبة. الكتاب بيقول المحبة تحتمل كل شيء. فأنصح الإنسان الذي يتقدم لخدمة الفقراء إن لابد يحب الناس، ولازم يكون عنده القلب العطوف اللي يحب يحل كل مشكلة. وبهذا الشكل أيضا من شروط الخدمة الناجحة اللي توصل لربنا إنها لا تتحول إلى روتين. عارفين يعني ايه روتين؟ يعني واحد يجيله الفقرة يمسك كل حالة يكتبها يبعت بها جواب يسجلها في دفاتر يقول يعمل كذا يمضي على كشف وخلص، ولا شعور ولا محبة ولا يقعد مع الناس ولا يريحهم ولا حاجة أبدا. يقول الخدمة تعبتني، أقول له لا، أسلوبك في الخدمة هو اللي تعبك. حاول انك انت تسلك في الخدمة بمحبة. لو انت كنت بتحب الخدمة وبتحب المخدومين، لو وجد معاك ولد مناكف في الفصل بتاعك تفكر ازاي تكسبه، لو واحد كذاب تفكر ازاي تخلصه من الكذب بتاعه، لو رحت في مكان فيه مشاكل تفكر كيف تريح هذا المكان من مشاكله. ما في انسان بيخش مثلا عضو في مجلس كنيسة وتلاقيه كل يوم والتاني نزاع مع الاعضاء ومشاكل مع الاعضاء، ويلاقي الخدمة اتعبت قلبه او الخدمة ادخلته في اصطدامات. احنا عايزين الخدمة الروحية التي تكون بمحبة وبعيدة عن الاصطدامات وبمشاعر طيبة، وهي اللي تريح الإنسان.
في ناس ساعات يزهقوا من الخدمة ويمشوا، يقول لك الخدمة دي تعبتني. طب ليه؟ ما احنا ممكن نكون في الخدمة نور للآخرين، ممكن نكون نور للآخرين، وممكن نكون قدوة للآخرين، وممكن وجودنا في أي مكان يصلح المكان. إذا أردت إنك تخدم ابعد عن السياسات، وإلا الخدمة هتضرك. يعني واحد يخدم في كنيسة يقعد يفحص الأسقف ده بيشتغل إزاي، القسيس ده بيشتغل إزاي، أمين الخدمة بيشتغل إزاي، الخدام بيشتغلوا إزاي، أعضاء مجلس الكنيسة بيشتغلوا إزاي، وتلاقيه ليل ونهار تعبان من اللي بيشتغل. طب وانت يا حبيبي ربنا أقامك رقيب على الأسقف وعلى القسيس وعلى الناس اللي زي دول، بيتعبوا نفسهم جوه الخدمة. الشخص الذي يخدم عليه أن يبعد عن السياسات. صدقوني إن احنا خدمنا في مدارس الأحد مدة طويلة، كان الواحد فينا ما يعرفش مجلس الكنيسة ده مين فيه ولا مين الأعضاء، ويمكن ما كانش بيلتقي بكاهن الكنيسة أبدا ولا بيتدخل في شغلانته. فاكر مرة كنت بخدم في جمعية اسمها جمعية النهضة الروحية في شبرا قبل ما مسرة تتفتح، كان ساعتها كنيسة مسرة مقفولة، وجم قالوا لنا عايزين واحد منكم من بتوع مدارس الأحد يبقى عضو مجلس إدارة في الجمعية، وطلبوني أنا بالذات. قلت لهم متشكر كتر خيركم، أنا ما أخشش في جمعيات ولا مجلس إدارة، كل شغلانتي إن أنا أشوف العيال دول أوصلهم لربنا وبس. اللي يمشي بالشكل ده يريح نفسه. اما يجي انسان يقول ان هو انضر من الخدمه، لا، الخدمه ما تضرش ابدا، لكن الدخول في السياسات هو اللي يضر. تلاقي واحد يخش في خدمه الكنيسه ويقول لك ادافع عن الحق، دافع يا حبيبي عن الحق، وفي سبيل الدفاع عن الحق يشتم ويتخانق ويدين الاخرين ويقسو على الكل ويشنع ويشهر، هو ده الدفاع عن الحق؟ وهل من حق الإنسان أن يعمل كده؟ ما يقولش الدفاع عن الحق ضرني، نقول له أسلوبك في الدفاع عن الحق هو اللي ضرك. فقبل ما تدافع عن الحق اسأل هل من حقك أنت أنك تتدخل في المواضيع ولا لا، وهل من حقك أن تستخدم هذا الأسلوب ولا لا. وتلاقي ناس جوه الخدمة وبيطلعوا منشورات ومطبوعات ويشتموا في الكل، في الكنيسة من الألفا للأوميجا، يعني كده كلها كده، ويفتكر أنه بيخدم. مين قال أن دي خدمة؟ مثل هذا الإنسان بيضر نفسه. ليه؟ لأنه دخل في سياسات، وجايز في سياسات لا يعرفها، جايز في سياسات لا يعرفها. زي واحد يقول قلبي، سلامة قلبك يا حبيبي، بيقول ايه؟ قلبي ملتهب بالغيرة المقدسة، عظيم، ولازم ادافع الحق، عظيم. يقول لك ازاي القسيس الفلاني ده حرموه؟ طب وانت مالك يا حبيبي؟ ده الحرم ده بيكون بعد تحقيقات ومجلس اكليريكي، وبياخد شهور وايام واسرار كثيرة لو تخش جواها تعثر وتتعب، خليك في حالك. يقول الغيرة المقدسة، الحب الإلهي، كلام ده كلام إنشاء. كل إنسان بيدخل في الخدمة فيما لا يعنيه بيضر نفسه، بيضر نفسه. ليه؟ لأنه بيحشر نفسه في موضوعات تتعبه، تتعبوا. انتوا فكركم كل المعرفة تفيد الانسان، ما في معرفة بتضر، في معرفة بتضر.
ولو دخلت في المشاكل وعرفت أسبابها هتتعب وتنضر. ولو أقمت نفسك محكمة استئنافية للمجلس الإكليريكي تستأنف إليك الأحكام عشان تقول المجلس الإكليريكي صح ولا غلط، هتضر نفسك. تقول أنا بخدم، أنا بدافع عن الحق، أنا أنصر المظلوم، أنا أبعد الظلم عن الناس. مين قالك إن في ظلم؟ عشان تعرف إن مفيش ظلم لازم تخش وتعرف إيه الذنوب وإيه التفاصيل، ودي تتعبك، ما أقدرش أقول أكتر من إنها تتعبك. الخدمة الروحية هي الخدمة بتاعة العمل الإيجابي. عشان أنت تخدم خدمة مظبوطة خش في العمل الإيجابي. كيف يمكنني أن أعمل خيرا؟ يقول لك فلان خاطئ، يقول لهم أخاطئ هو، لست أعلم، أنا أريد أن أعمل خير في هذا المكان، ومش عايز أخش في السلبيات إطلاقا إطلاقا. خليك في العمل الإيجابي. العمل الإيجابي هو المفيد. بيقول لك بدلا من أن تلعن الظلام أضيء شمعة، ولما أضيء شمعة الظلام يروح لوحده. لو فكرت في أخطاء الآخرين هتدوخ نفسك. انت امشي صح ومالكش دعوة بالآخرين، هو دي الطريقة اللي تمشيه. لكن واحد يخش في الخدمة ويرقب الأخطاء هيتعب ليل ونهار، وتلاقي نفسيته تتعب من جوه، وعقله يتعب، وأعصابه تتعب، ومشاعره تتعب، ويقول أنا انضريت. انضريت منين؟ من تدخلك في الحاجات. ياما ناس كانوا هم بعاد عن الكنيسة لطفاء، وأول ما دخلوا من جوه ابتدوا يبصوا كده بنظرة فاحصة، يا ريت فاحصة على عدل، ويقعد ما يشوفش غير المشاكل، وبعدين يصدر أحكام، يسمع مشاكل ويصدر أحكام، ويسمع مشاكل ويصدر أحكام، لغاية لما الدنيا تسود في وجهه ويقول أحسن لي أسيب الكنيسة ومشي. كل حتة فيها متاعبها وفيها النقط الكويسة فيها. عشان تخدم ابعد عن جو المشاكل. عشان تخدم أيضا ابعد عن الذات، يعني خلي ذاتك بعيدة خالص، وفكر في ربنا بس، وفكر في ملكوته بس. حتى إن جالك تعب قل ما يهمش، أحتمل التعب ده. شوف هقول لكم خدمة خدمها بولس الرسول وشرحها في كورنثوس الثانية إصحاح 4 وإصحاح 6، إصحاحين لطاف قوي، يا ريت تبقوا تطلعوا عليهم. شوف بيقول ايه. بيقول في اصحاح 6، في كل شيء نظهر انفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في أسهار وأصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. وإيه تاني؟ بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كحزانة ونحن دائما فرحون. تصوروا دلوقتي احنا بنمجد بولس الرسول، لكن لما عاش اثناء خدمته كان عايش في صبر، في احتمال، في ضرورات، في ضيقات، في متاعب، في صيت حسن وصيت رديء. طب احنا بنعرف عن بولس الرسول الصيت الحسن، لكن في ايامه كان في صيت رديء ايضا. يا ما اتكلموا عليه،
ده مرة وقف في أثينا عاصمة اليونان يوعظ وقال عظة مظبوطة على الآخر ظبط، وفي الآخر بصوا له الناس وقالوا ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ مهزار بولس الرسول مهزار. وبعدين مرة كان بيتحاكم قصاد أحد ولاة الرومان فقال له إن كثرة الكتب حولتك إلى الهزيان يا بولس. فراجل مش دريان كمختل العقل بيقول كده، هو بيقول كده، كانوا بيقولوا عليهم مثل هذا الكلام. ولكن مع ذلك الخدمة تحتاج إلى صبر. ده أنت لما تستفيد من الخدمة الصبر ده كويس ليك، اسمك خدت فضيلة الصبر. لما تستفيد من الخدمة الاحتمال يبقى خدت من الخدمة فضيلة اسمها الاحتمال. لكن لازم الواحد يدخل في العمل الإيجابي، يفكر إيه الشيء الجميل اللي ممكن يعمله من أجل ربنا. أنا قلت لكم زمان عن حبيب جرجس، لما جه كانت الكنيسة تعبانة جدا ابتدى يعمل في العمل الإيجابي في مدارس الأحد وفي الإكليريكية وفي تأليف الكتب اللازمة للتعليم في المدارس وتأليف الكتب اللازمة للخدمة ومجلة فيها مقالات وحاجات وترجمة أقوال الآباء، وساب كل الدنيا اللي ماشية غلط ولا ليه دخل. ولذلك كان إنسانا محبوبا من الكل. ليه؟ غمض عن الأخطاء واشتغل في العمل الإيجابي المنتج. عايز الخدمة اللي تريحك هي العمل الإيجابي المنتج، ده اللي يقدر يوصلك لربنا وتقدر تمشي بيه كويس. حتى إن دخلت في العمل الإيجابي ولم تجد ثمرا سريعا ما تتعبش، جايز الثمر يحتاج لوقت، وجايز البطء في الوصول للثمر يديك فضيلة طول الأناه والاحتمال وانتظار الرب. لكن اشتغل على قد ما تقدر علشان تخدم خدمة مظبوطة وخدمتك تبقى ناجحة وتوصلك لربنا. لازم ربنا يشتغل معاك. في ناس كتير بيشتغلوا لوحديهم. لما انت تخش في الخدمة وكل ما تلاقي ضيقة ترفعها لربنا وتصلي من أجلها، وقبل ما تبتدي في الخدمة تصلي وتقول له يا رب اعطيني قوة ان انا اشتغل وخليك معايا واشترك في العمل معايا، تشعر بشركة ربنا والخدمة تجيب لك نتيجة. لكن تشتغل لوحدك تتعب، جايز انت تعبان لانك ما زكتش الخدمة بالصلاة. في انسان يخدم ويقول له مشكلة، يقول له يا رب انا هديك المشكلة دي وشوف تعمل ايه، وبعدين يبص يلاقي المشكلة اتحلت يفرح بالرب ويصلي صلاة شكر ويقول له اشكرك يا رب، فيتعلم الشكر، يتعلم انتظار الرب، يتعلم الصلاة، يختبر ايد ربنا معاه، يبقى الخدمة ماشية مظبوط. لكن تخش في الخدمة تلاقي مشكلة تتعب من المشكلة، طب انت عرضتها على ربنا ولا لسه؟ صبرت عليها على بال ما تتحل ولا لسه؟ الخدمة المظبوطة ما تتعبش ابدا، تجيب فضيلة. بس ساعات الناس بيشتغلوا لوحدهم. ربنا يقول لك تعالى اشتغل معايا وانا اشتغل معاك، قمت استريح. طب انا اجيب لكم خدمة انسان شوفوا حكايته ايه. الانسان ده اسمه داود النبي، ربنا خده وقال له تعالى وهنمسحك ملك. صمويل النبي اخده من بين اخوته ومسحه ملك وحل عليه روح الرب. طب ايه يا رب هنبتدي؟ ابتدي؟ قال له هتبتدي بتجارب وضيقات، انت هتبتدي هتشوف. وبص لقى نفسه خدام عند الملك شاول، ولقى الملك شاول يضربه بالسهم عايز يقتله،
ولقى الملك شاول يجري وراه من مغارة لمغارة من مدينة لمدينة، وقال لابد في يوم من الأيام أن هيضيعني الملك شاول ده. طب يا رب فين المسحة اللي اديتاني؟ وفين الروح القدس اللي اديتوني؟ ومسحتني ملك ولم أنل من الملك شيئا؟ ما قالش كده داود أبدا، ما قالش، فضل ساكت لغاية لما ربنا ريحه من شاول وأقامه ملكا في الوقت المناسب. لكن ما تعبش، كان وفي كل الوقت ده كان برضو بيشتغل بالمزمار والقيثار والعشرة الأوتار ويغني للرب ويقول مزامير للرب. صدقوني حتى الضيقات بالنسبة لداود في خدمته كانت سبب مزامير. هو لولا الضيقات كان داود يقول المزمور الثالث: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لي ليس خلاص بإلهه. الضيقات اللي جت لداود في الخدمة حولها إلى مزامير، حولها إلى مزامير. مرة قال إيه في المزمور الكبير 119؟ قال الرؤساء قاموا علي، طب وبعدين؟ أما أنا فكنت أتلو في وصاياك لأن شهاداتك هي درسي. غريبة دي، إحنا فين ولا فين؟ طب اللي قاموا عليك عملت فيهم إيه؟ أما عملتش، أنا مسكت كلام ربنا وقعدت أغني فيه وأرتل فيه وسبت الناس دول. أدي مثل من الأمثلة، مثل من الأمثلة. الإنسان لما يخدم يدي نفسه لربنا ويشرك ربنا معاه ويصبر لغاية لما ياخد ثمر. ده في خدمات لو الواحد دخل فيها ممكن يسيبها من تاني يوم. عارفين زي ايه؟ زي مثلا خدمة المتخلفين عقليا. هات واحد يشتغل وسط دول يقول ايه؟ يقول هيدننوني يا ابوي، وياخد بعضه ويمشي لان مش قادر يكمل. لكن الناس اللي بيشتغلوا مع المختلين عقليا بيصبروا عليهم وبيدادوهم وبيكسبوهم. فكركوا خدمة الأطفال في الحضانات دي مش عايزة صبر؟ ده العيل ده بيتشاقى وده بيزعق وده بيعيط بلا سبب، وده تعبان وده غيره. واحدة بتشتغل في الحضانة إن ما كانش عندها صبر عشان تربي العيال مش هتقدر تستمر. ده كفاية إن الخدمة تعلمها الصبر وتعلمها طرق التفاهم مع العيال وطرق تسكيت اللي بيعيطوا وطرق انها تخلص العيال اللي شابطين في بعض بيتخانقوا مع بعض. يعني الخدمة بتدي خبرات. خبرات لإيه؟ للي ما يزهقش. خبرات للي ما يزهقش، يشوف مشكلة يفكر ازاي احلها. في واحد يشوف مشكلة تتعب، واحد يشوف مشكلة يقول هشوف ازاي احلها او ازاي ربنا هيحلها. ازاي احلها بتعطيه حكمة، ازاي ربنا يحلها بتعطيه نعمة، ازاي انا وربنا نحلها سوا. يعني انا اشتغل وربنا معاي تعطيه النعمة والحكمة مع بعض. احنا عايزين اللي يشتغلوا ويبذلوا كل جهد في سبيل ربنا ويشتغل الواحد مع ربنا وربنا يشتغل معاه، دي اللي تديله نعمة. اخدموا على قدر ما تستطيعوا. واحد يقول انا خدمت وعملت معروف واحد والواحد ده انقلب علي. معروفك وصل عند ربنا، ما تزعلش، كونه ان ينقلب عليك وتحتمله ده فضيلة اخرى ربنا يديها لك، واكليل اخر ربنا يديهولك. بس انت خليك دايما في الخدمة بالك طويل. احنا لما اشتغلنا في الزراعة، الزراعة علمتنا كثير من طول البال.
الواحد مثلا كنا زمان دلوقتي لما بنزرع نخل بنجيب شتلة جاهزة تتحط بتاعت نخل، وساعات نجيب شتلة يسموها بنت جورة تكون عمرها سنتين ثلاثة كده ومرتفعة فوق. لكن زمان كنا نحط النقاية في الأرض، زمان يعني من قيمة أزيد من 30 أو 35 سنة، نحط النقاية في الأرض، فين بعد 4 5 أشهر نكون نسيناها، يمكن نلاقي حاجة زي إبرة طلع كده من فوق، بعد شوية نلاقي ورقة خضراء نقول بس أدي النخلة اهي. فين النخلة الورقة الخضراء الصغيرة اللي عاملة كده وطولها زي عقلة الصباع، ونبقى فرحانين جدا بعقلة الصباع دي ونسميها النخلة، ونسميها النخلة. والواحد يصبر لغاية لما تكبر، وفين لما تطرح. الزراعة بتعلم طول البال، في زرع بسيط يديك ثمر من يوم وليلة زي بعض الخضروات زي الجرجير والبقدونس، يقول لك حلف الجرجير بالدين انه ما يبات في الطين، يعني يرمي البذر يلاقيها طلعت له كده على طول. وفي زرعة تقعد 3 4 أشهر على بال ما تبان، ولازم الواحد يطول باله عشان يوصل للنتيجة. كذلك في العمل الروحي، جايز انت تمشي في هداية انسان ولا يستجيب ليك اطلاقا، وتكلمه ما فيش اي ريسبونس، ما فيش اي استجابة، لكن بعد مضي وقت تلاقي الزرعة جابت ثمر. لازم تصبر. واحد يخش في مشكلة زوجية عشان يحلها، يلاقي لا المرأة عايز تسمع كلام ولا الزوج عايز يسمع كلام، وكل واحد بيلخبط في التاني، يقول يا عم الناس دول مش ينفع معاهم، خليني بعيد عن المشاكل العائلية. الخادم السليم يروح مرة تاني ومرة تالت ومرة رابع، كل ما يكلم المرأة عن زوجها تشخط وتزعل وتقول مش ممكن، لغاية في الآخر لما يكلمها إليها ابتسم تقول له طب وبعدين إيه الحل، يقول بس قربنا نوصل. عايزة صبر، عايزة طول بال. الخدمة ممكن تعلمك الصبر وطول بال. الذي له يعطى فيزداد، اللي عنده طول بال يعطى طول بال أكتر ويعطى حكمة أكتر ويزداد، واللي ما عندوش طول بال حتى الخدمة اللي معاه تؤخذ منه. عايزة شيء من الصبر، من الهداوة، من الرواء. والخدمة أيضا عايزة حكمة، من غير حكمة مش ممكن أبدا الخدمة تمر. لذلك سليمان الحكيم ربنا قال له عايز ايه أدهولك، قال له اديني بس حكمة عشان أرعى هذا الشعب. عايز تنجح في خدمتك خلي عندك حكمة، تقول أنا هحل مشكلة عائلية بحكمة تحلها، عايز أصلح بين اتنين بحكمة تصلح بين الاتنين، عايز أهدي إنسان ارتد عايز حكمة عشان ترجعه، عايز أنجي واحد من الإدمان عايز حكمة. خدمات كتيرة جدا. أمال اللي بيمسك في خدمة مثلا العجائز والمسنين والمتخلفين والمعوقين عايزة حكمة وعايزة صبر عشان توصل. وبمقدار ما تتعب في الخدمة بمقدار ما تأخذ أجر. بيقول كل واحد يأخذ أجرته بحسب تعبه. اتعب كتير وتاخد أجر كتير، مش أجر بس في السماء وإنما على الأرض أيضا، تأخذ فضائل صبرك وتعبك واحتمالك. طب أقول لكم، القديسة مونيكا أم أغسطينوس يا ما بكت عليه ويا ما قعدت سنين وأيام وبصت لقت الواد ما فيش منه فايدة،
لكن القديس أمبروسيوس كان يقول لها ما تخافيش، ابن هذه الدموع لا يمكن أنه يهلك. بصبر، بدموع، بصلاة، بطول بال سنوات طويلة لغاية لما الحكاية جابت نتيجة. كل اللي دخلوا في الخدمة ونجحوا كان ليهم القلب القوي اللي يصمد. القديس أثناسيوس الرسولي خدمته في الرد على الأريوسيين ياما تعب وياما اتنفى وياما حكمت عليه مجامع، لكن القلب الصامد القوي استمر في الخدمة لغاية لما انتصر أخيرا. هو دول الناس اللي ينفعوا مع ربنا. اخدم بهذه الروح واخدم بقوة، بقوة قلب، بقوة صلاة، بقوة احتمال، بقوة محبة، بطول أناة لغاية لما توصل. إذا أيضا خدمت وأردت أن خدمة تنجح فيها روحيا، ابعد عن كبرياء القلب. في ناس بيخشوا في الخدمة بيتسلطوا، بيتعبوا غيرهم، ما بتنجحش. لكن الخادم الناجح هو الذي يجعل نفسه تحت رجلين الكل، عبدا للكل، آخر الكل، زي ما قال السيد المسيح اللي غسل أرجل التلاميذ. فاللي عايز يخدم في الخدمة يخدم بروح الاتضاع ويبص يلاقي الخدمة جابت له نتيجة حلوة خالص. لأن في ناس يخش في الخدمة يبقى مجرد مدرس مدارس أحد، يبقى أمين مساعد، يبقى أمين عام للخدمة، تلاقي روح دخلت جواه في السيطرة على زملائه، في إساءة معاملة البعض، في طرد هذا وطرد ذاك، وتعيين هذا وتعيين ذاك، ويلاقي روح تاني. دي ما تصلحش حياته الروحية. إذا أردت أنك تخدم، اخدم بوداعة. وداعة، السيد المسيح في خدمته قال للتلاميذ تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. وديع احتمل أخطاء التلاميذ، واحتمل الذين أنكروه، واحتمل اللي هربوا ساعة القبض عليه، واحتمل اللي جدف ولعن وقال لا أعرف الرجل، احتمل حاجات كتيرة جدا، واحتمل ظلم الأشرار وقال يا أبتاه اغفر لهم. هذه الصبر اللي يجيب نتيجة. لكن نخدم وما يكونش عندنا هذا التواضع مش هنقدر نعيش في الخدمة. أنا عايزكم تخدموا، واخدموا على قدكم في الخدمة التي تصلح لكم وتصلحون لها. الخدمة التي تصلح لكم وتصلحون لها، على قدر إمكانكم اخدموا كل أحد، ولا تنتظروا إن اللي تخدمه هيعاملك معاملة طيبة. اخدم واعتبر إن الخدمة دي ادتها لربنا، ولا تنتظر من الناس شيئا. لأن ساعات واحد يخدم ويقول بذلت مجهودي على الآخر ولا كلمة طيبة سمعتها. طب وانت مالك بالكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هتسمعها من ربنا نفسه لما يقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. هي دي الكلمة الطيبة، يقول لك ادخل إلى فرح سيدك. لكن انتوا اخدموا، ولا تطلبوا من الناس مقابل على هذه الخدمة مديح أو تشجيع أو كلمة طيبة. أنت بتتعامل مع ربنا، بتتعامل مع ربنا. اعمل الخير في الناس كأنك بتعمله مع ربنا وبس. وياريت الإنسان اللي له الخدمة الشاملة اللي يقول يصنع خيرا في كل مكان، يعمل خير هنا ويعمل خير هنا ويعمل خير هنا، ويمد أرجاء الخير بتاعته ولا يتضايق، ولا يتضايق.
أثناسيوس كان بيخدم خدمة قوية وقالوا له العالم كله ضدك. ما يهمش العالم كله ضدي، أنا بس أخدم الخدمة بتاعتي لأن أنا بتعامل مع ربنا. في ناس يخدم ناس ويجوا الناس يخونوه، معلش احتمل الخيانة واستمر في الخدمة. الذين يصمدون في الخدمة ضد كل معوقاتها وضد متاعبها وضد الخيانة وضد نكران الجميل، ويصمدوا ضد الضيقات والتجارب والمتاعب، هم دول اللي ربنا يكافئهم المكافأة القوية وتنجح خدمتهم. ده انت اول ما تخدم الشيطان هيحسد خدمتك. فكركم الخدمة الناجحة الشيطان مش هيحسدها، الشيطان هيحسد خدمتك، ولما الشيطان يحسد خدمتك هيبعت لك جنوده وأعوانه يتعبوك ويضايقوك علشان يفشل خدمتك. أما أنت فأقول باستمرار الذين معنا أكثر من الذين علينا. اخدم خدمة وحط حسابك أن أجرها في السماء مش على الأرض، ولما تلاقي متاعب قول ربنا شايف ولازم ربنا هيشتغل. ما هو الإنسان اللي يلاقي متاعب في الخدمة ويتعب منها يبقى كأن ربنا مش شايف. هو ربنا شايف، شايف كل التعب وشايف كل المشاكل وهو هيعمل، بس ساعات ربنا بيشتغل بعد شوية لما يختبر صبرك، لما يختبر احتمالك، لما يختبر طول أناتك، وبعدين يبقى هو يشتغل في الوقت المناسب. كفاية كده، اتفضل.